اقول ان هو كان فاضل على الحلم نقطه، كان هي نقطه كنا نكسب الدوري. احنا مش مكتوب علينا نفرح ولا ايه؟ انا مش فاهم في ايه. بس الدوري زملكاوي، بس كان الدوري زملكاوي، بس كان نفسنا نكسب الدوري زملكاوي. الدوري زملكاوي قدر الله ما شاء فعل. هو مفيش توفيق، لعيبه الزمالك النهارده نازله حاسس ان لعيبه الزمالك نازله عايز تلعب على التعادل بس مش اكتر. المشكله مش المشكله ان اللعيبه بتنزل خايفه اصلا، هي دي المشكله كلها. النص الملعب بتاعنا ضايع خالص، مفيش ضغط من اللعيبه. لعيبه الاهلي بتستلم الكوره بتلاقيش حد يضغط عليها، لعيبه الزمالك تيجي تهاجم مفيش حد في الهجوم، حتى في الدفاع مفيش ضغط. مش عارف في ايه، هو دوري ولا دوري ولا ليه اي طعم. ما نستحقش الفوز، ما نستحقش الفوز. فتحي مبروك لعبها صح، قفل الماتش من اول ماتش، خد جون مؤمن زكريا ونزل الثلاثه اللي بيلعبوا. الماتش اللعيبه وحش، اللعيبه ما فيش خالص، ما بتلعبش، ما جوش النهارده. الدوري ما انتهاش واحنا كسبنا الدوري، بس اهم حاجه انك انت كنت تكسب الاهلي وتفك العقده. وبعدين انت نازل فريق عندك دوافع اكبر، انت المفروض نازل محتاج نقطه من الماتش. فلما الماتش يتقفل، كابتن فتحي مبروك لعب ماتش حلو على الزمالك، ولعب ماتش يعني قفل كويس في اول الماتش، ومستر فيرورا برضه لعب ماتش حلو بس دفاعيا. بس احنا ما لعبناش عشان ناخد الماتش، عادي خالص. ما يعني الماتش راح، بس الدوري خلاص خدناه وهنيجي في يوم برضه هنكسب الاهلي. سنظل اوفياء حتى الممات، مهما نعمل برضه احنا اوفياء. الزمالك عمره هيفضل طول عمره الزمالك، مش ماتش اللي نخسره. احنا كسبنا الدوري، مش هيفرق معانا ماتش. اهم حاجه احنا عندنا، احنا بنحب الكيان خلاص، مش فارق معانا ماتش. يعني ايه احنا خسرنا ماتش بس كسبنا الدوري كله.